السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم عندنا فيديو جديد كنستضيفوا فيه السيده فاطمه بركوش بمناسبه الفوز ديالها بمسابقه نارسا فئه العمل الجمعوي والتجارب الرائده. مرحبا بك معنا السيده فاطمه. شكرا لك خليك. اليوم صراحه شرفتينا وشرفتي مدينه وزان بالفوز ديالك وديالكم كمجموعه، صراحه اللي عطات واحد الصوره مميزة على المدينة، وأيضا بينتوا أن المدينة كتوفر على شباب عندهم واحد الكفاءة وقدرة باش يتغلبوا على أي مرحلة وعلى الصعاب يعني وأي مسابقة كيواجهوها. أولا قبل ما نسولك يعني كيف دازت أجواء المسابقة والتنافس ديالك مع كاع المتسابقين اللي كانوا معك في جميع الفئات، يحصل لي الشرف والمتتبعين ديالنا أيضا أنهم يتعرفوا عليك أكثر، فما كرهناش لو كنت عرفنا بنفسك المسار ديالك ايضا والمبادرات والتجارب اللي مريتي منها. بدايه كنبغي نشكرك على الاستضافه ديالك اليوم وكذلك على اهتمامك وتقديرك للشباب مدينتك، فهذا حافز بطبيعه الحال بالنسبه لنا. معك فاطمه بركوش من مدينه وزان، 22 سنه، حاصل على دبلوم تقني متخصص في تطوير المقاولات بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه، وكذلك من اعضاء المؤسسه لمجموعه تمانيوس، ومنصه مشاركتنا في مسابقه مبادرات من اجل الحياه اللي تنظمت من طرف لانارسا. بفضل المجموعه ديال تمانيوس تحت لي فرصه انني نخوض مجموعه من التجارب ومجموعه من المسابقات للحسن الحظ اننا في اي مسابقه شاركنا فيها والا واننا كنتوجوا بجائزه سواء الثالثه او الثانيه او الاولى، الاهم اننا دائما كنحصلوا على جوائز في اي مسابقه ماشي جديده. هذا دليل على ان تبارك الله الشباب ديالنا كيعطيو كل ما في جهدهم وكيخدموا على نفسهم باش انهم يعطيو اكثر من يتوزع. السيده فاطمه، بصراحه كاينه مجموعه ديال الاسئله صراحه اللي ماشي غير انا بدوري يعني كناخذها يعني كاسئله باش نتعرف عليكم اكثر، وانما حتى السكينه ديال المدينه يعني صراحه بحكم يعني الاحتكاك ديالي معاهم فسولوني هذه الاسئله هذو صراحه بدوري انا ما عرفش باش نجاوبهم. واليوم يعني صدناك معنا باش يعني تنورنا اكثر يعني من خلال هذه الاسئله اللي غنطرحوا عليك. واول سؤال يعني كيفاش او شكون كان مول الفكره ديال انشاء مجموعه التميز اكسيلونس؟ مجموعه التميز نشأت من خلال واحد الشجار كان ما بين جوج ديال المتدربين المعهد، جوج شعب، تسيير المقاولات والتجارة، على أي شعب أفضل. وهنا دخل الأستاذ محسن غادير اللي كنبغي نوجه له تحية من هذا المنبر، هذا دخل وعلى علاش اللي ما يدير لهمش واحد لا كومبيتيسيون بيناتهم بجوج ما بين جوج ديال الشعب ويشوف شكون اللي غيحصل على أعلى نسبة ديال الأجوبة الصحيحة، بطبيعة الحال أعلى نسبة النقط. فدار لهم هاد لا كومبيتيسيون، الدراري حس بهم انهم في هاد لا كومبيتيسيون هادي عطاو اكثر ما بجهدهم باش انه كل واحد فيهم هو اللي يربح. فهنا جاتو فكره لمال انه يدير واحد المجموعه اللي تكون كتاثر هاد الشباب وتعطيهم تحفيز باش انهم يخدموا اكثر على لي موديل ديالهم ويعطيو اكثر في دروسهم وكذلك في الشعبه اللي اختاروا واللي ما يحققوا كاع داكشي اللي بغاو. فمن هنا جات فكره انها تنشا مجموعه التميز. ولكن بالضبط بغينا نعرفوا يعني فوقاش كانت البدايه ديال هاد المجموعه؟ دابا الحمد لله مرت ثلاث سنوات على تاسيس المجموعه، اللي ثلاث سنوات حافله بالعطاء، حافله بالتجارب الناجحه كذلك، وحصلنا الحمد لله اننا لحد الان عندنا ايكيب، واحد المجموعه اللي متكونه من عناصر مختلفه وتبارك الله كفاءات مختلفه ومتميزه. الحمد لله، وهادشي اللي بغينا حنا بفضل الله انه دائما تكونوا متميزين يعني من خلال السميه ديال المجموعه يعني التميز، فكتعطي واحد الاشاره انها راه متميزه. على فكره نبغي كاضافه ان مجموعه التميز ما كتعنيش ان اي شخص كينتمي للمجموعه انه متميز، وانما الاسم اللي خلى علاش اختارينا اسم التميز هو اننا اي شخص يحاول في خلال المسار التكويني انه يحقق التميز، حتى في ان شاء الله سوق الشغل يكون متميز بحضوره وكفاءته. صراحه سيده فاطمه كاين واحد السؤال اخر اللي هو شنو كان الهدف او شنو هو الهدف من انشاء هذه المجموعه ديال التميز، يعني الهدف حالي وهدف مستقبلا؟
الهدف الحالي هو ان هاد الشباب هادو هاد المتدربين يخدموا على المواد اللي عندهم ويعطيو فيها اكثر مع بعضياتهم كيأطروا بعضياتهم. كنديروا مثلا مجموعات كل مره شخص واحد كيقدر انه يشرح ماده معينه لي زوتر باش هكا كنحاولوا اننا نعموا الاستفاده ومن بعد التكوين ان شاء الله كنخليو هذا الخدمه انه يفكر سواء في مشروع ذاتي اللي غيحققه من بعد او لا باش انه يرسم مسارو في السوشيال. بالنسبه للمشروع او للبرنامج اللي اقترحته واللي كنت شاركتوا به يعني في المبادره الاخيره اللي كنت بها في المسابقه ديال نرسا، يعني كاين واحد السؤال، يعني كيف جاتكم الفكره ديال مشروع برنامج وانيس؟ بالنسبه للمشروع برنامج وانيس، الفكره ديالو جات من خلال فتره ديال كورونا، الفتره ديال الحجر الصحي. كنا كنقوموا بمبادره تطوعيه للمجموعه من الفئات، ولقينا ان واحد الفئه مضطره للاسف ان الاضواء ما كتسلطش عليها، واللي هي فئه ضحايا حوادث السير. دائما كنا كنفكروا في التوعيه، كيفاش اننا نحميو انفسنا من اننا نديروا حادثه، ولكن فاش كتوقع هذه الحادثه ما كاينش اللي كيفكر في هاد الاشخاص من بعد. كتكون علاجات طبيه، ولكن كنسى واحد الحاجه اللي مهمه اللي هي العلاج النفسي اللي ما كيمرش منه هاد الضحيه هذا، واللي كتاثر عليه ما بعد في حياته الشخصيه، وبالخصوص فاش كيكون راب اسره، فاسره بكاملها كتشتت بسبب نفسي. فاحنا فكرنا علاش ما نسلطوش الضوء على هاد الفئه هادي. سيده فاطمه، كاين واحد السؤال اخر صراحه بغيت نسولك، يعني واش كاين مشاريع اخرى في حال برنامج وانيس غادي تقدروا، يعني غادي يقدر يكون في المستقبل من خلال مجموعه تميز؟ كاينه مشاريع متنوعه حاليا كنخدموا من غير مشروع وانيس، كاينه جوج مشاريع اخرى بالاضافه لمشروع وانيس، مشاريع اللي كتخص كذلك مدينه وزان انها تحسن الوضعيه ديال فئات مختلفه. كاين مشروع كيهم الصناعه التقليديه، والمشروع الثاني الفلاحه المجاليه بالمدينه اقليم وزان كاقليم، واللي كنحاولوا ان شاء الله اننا نتهما كذلك نعطيو انطلاقه الفعليه ديالو، وهكا نحسنوا الوضعيه ديال مجموعه من الفئات بالمدينه. صراحه في الاخير نبغيو نعرفوا كيفاش كانت الاجواء ديال المشاركه ديالك في مسابقه نرسا، والمنافسة ديالك على اللقب مع المنافس ديالك من نفس الفئة، وأيضا مع المنافسين من الفئات الأخرى، وشنو خرجتوا في الخلاصة، يعني في الأخير كيفاش خرجتوا كخلاصة من ديك المبادرة، كيفاش خرجتوا منها؟ بداية المسابقة ديال مبادرة من أجل الحياة اللي تنظمت من طرف لنرسا كانت تجربة فريدة من نوعها، أول مرة كنخوضها. صراحة كانت تجربة ضفت لي الكثير، تعرفت على ناس جداد، عشت تجارب جديدة في حياتي. بالنسبة للمنافسة وعلاقتي بالمنافس ديالي ما كانتش علاقة منافسة، اللي كنبغي نوجه له تحية من هذا المنبر، كانت علاقة أخوة، وكذلك مع جميع الفئات المنافسة. يمكن السبب الأول هو أن احنا كاملين حاملين مبادرات تهم السلامة الطرقية وكذلك ذات النفع العام، فلهذا ما كناش كنحسبوا بعضياتنا منافسين، بالعكس كنا كنحسبوا بعضياتنا كإخوة. كنا الهدف ديالنا هو أننا نحسن الوضعية ديال السلامة الطرقية في المغرب، فلهذا بالنسبة لي كان أنا جد سعيدة وفخورة بتجربتي وبالربح ديالنا الجائزة، والهدف الأول والربح الأول اللي خرجنا منه من هذه المسابقة وهي أننا عرفنا بالمبادرة ديالنا، وكذلك كسبنا حب وتعاطف وكذلك الدعم ديال مجموعه من المواطنين سواء الساكنه ديال مدينه وزان او ديال جميع المدن المغربيه، وبالنسبه لنا هذا هو الربح الكبير. بصراحه كتبقى اخر سؤال، وصراحه اللي غنخلي الكاميرا معك يعني تكلم معها، بغينا منك رساله لاي شاب او شابه ولاي مجموعه او جمعيه كيف ما بغات تكون كتشتغل، اشنو النصيحه اللي تقدر تعطيهم؟ فالكاميرا قبلتك، ممكن تاخذ كلمه ديالك. بالنسبه لي الرساله اللي غنبغي نوجه لاي شاب او شابه سواء كيخدم في العمل الجمعوي او لا، فاي شخص فينا ممكن انه يكون فاعل جمعوي،
فاش تشوف شي حاجه ان شخص حداك او شي حاجه خاصها تغيير او شخص محتاج المساعده ممكن تقدم له مساعده، فهذا بحد ذاته راه عمل جمعوي. ودائما الا ما كنتوش راضيين على الوضعيه اللي نتوما كتعيشوا فيها راه حتى واحد ما يغيرها من غيركم. حنا كشباب حنا جيل المستقبل، حنا اللي غنغيروا الحويجات اللي ما عجبيناش، وبطبيعه الحال غادي نكملوا الحويجات اللي بداو الناس اللي قبل منا ونغيروا اي حاجه ما عجباناش. فلهذا اي شخص خصو يكون في حس العمل الجماعي ويكون فاعل جماعي في المحيط ديالو. وشكرا مرة شكرا أخرى. شكرا سيده فاطمه، كنتمنى لكم الصراحه مسيره موفقه في كاع المشاريع اللي غادي تقوموا بها في المجموعه ديالكم، مجموعه التميز. وايضا كنبغي نشكر الاستاذ محسن غادره من هذا المنبر، هذا صراحه هو اللي عطاكم واحد القوه اللي هي كبيره باش قدرتوا توصلوا لهذا المستوى هذا. واش غادي نقول لكم، يعني نبغيكم ديما تبقاو ماشيين في هذه الوتيره هذه ان شاء الله. شكرا بزاف على كل شيء. الله يحفظك. المتابعين ديالنا كنوصلوا للنهايه ديال هذا البرنامج هذا، فنبغي نقول لكم شكرا بزاف على التتبع ديالكم لهذا البرنامج هذا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي وفي برنامج اخر جديد. تبقوا على خير، السلام عليكم.